السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. معكم محمد سيد المولد، متدرب في معهد التقنية الصناعية العالي للتدريب في الدمام في تخصص الدعم الفني للحاسب الآلي. طبعا جزيل الشكر والتقدير العميق والكبير للمهندس فراس على التميز في الإدارة على كل المستويات، سواء في الظروف العادية أو حتى في ظروف التحديات الكبيرة اللي مرت علينا وعلى المعهد مثل فترة كورونا، بالإضافة إلى الاختيارات المتميزة جدا في الكادر التعليمي والفني والإداري في المعهد، اللي ما شاء الله على مدى السنتين اللي مرت علينا مع بعضهم كانت جدا متميزة من كل النواحي العلمية والاجتماعية والأدبية. كانوا ما شاء الله متألقين لدرجة أن الواحد يحتار منهم الأفضل أو الأحسن أو الأميز. طبعا نقدم لهم جزيل الشكر على كل المجهود الكبير اللي بذلوه معنا في التدريب. إن شاء الله خريجين الفصل هذا، ونتمنى لهم ونتمنى للمعهد المزيد إن شاء الله من التوفيق. يعطيك العافية، كل التوفيق إن شاء الله. شكرا.